مركز أمريكي معروف بأنه مقرب من المخابرات الأمريكية أكد بأن العراق سيكون في مشكلة حقيقية في الفترة القادمة وبأنه مرشح أن يكون وأن يواجه اشتباكات عنيفة للغاية إن لم يكن هنالك حوارا وتنازلا من الأطراف المتنازعة اليوم في هذه الأزمة السياسية التي نشهدها في الداخل العراقي. هذا المعهد الذي نتحدث عنه هو معهد ستراتفور المختص في الدراسات الأمنية والاستخبارية، وكما تحدثنا بأنه وصف بأنه مقرب من المخابرات الأمريكية، قال الآتي مؤخرا في تقريره الخطير للغاية حول العراق، وقال من غير المرجح أن ينخرط العراق في حرب أهلية واسعة النطاق، لكن من المحتمل حدوث المزيد من الاشتباكات العنيفة. نفس هذا الأمر اتفقت معه الان بي سي نيوز الأمريكية ولكن بشكل آخر يوم أمس، هذا ما قالته الان بي سي نيوز الأمريكية، على الرغم من أنه لا يزال من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حرب أهلية شيعية، إلا أن هنالك مخاوف متزايدة بشأن المدى الذي يرغب الصدر في الذهاب إليه. لماذا هم يتحدثون في هذا التقرير بهذا الشكل؟ هم وجدوا بأن عوامل هذه الاشتباكات هي لا زالت حاضرة رغم توقف الاشتباكات بين التيار الصدري وبين كما اتهمهم السيد مقتدى الصدر الفصائل المسلحة مؤخرا بشكل خطير في المنطقة الخضراء. فالحديث هنا بالنسبة لهذا المعهد وجد بأن استمرار هذا الخلاف هو أثر على الأطراف الفاعلة في الداخل العراقي، أثر على إيران بشكل مباشر. ليس هنالك تنازلا لا من التيار الصدري ولا من الإطار التنسيقي من أجل حل هذه المشكلة، وأن استمرار هذه الخلافات بهذا الشكل لفترة أطول، لأيام أطول، لأسابيع أطول، هو يضع خطر هذه الاشتباكات التي يتحدثون عنها، وأنها من الممكن أن تؤثر على الحكومة العراقية بشكل عام، أن تكون غير فاعلة، وبالتالي تزداد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل خطير للغاية. وكذلك الحديث هنا بأن هذه المسألة حتى وإن بدأت عملية المفاوضات بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي في الفترة القادمة، هذه المفاوضات من الممكن أن تطول، وإذا ما طالت واستمرت بالإطالة بين هذين الطرفين فإن في هذه الفترة ستكون هي فترة أيضا خطيرة، لا بد من هذه الفترة أن تكون قصيرة من أجل تفادي ما ممكن أن تتحدث عنه هذه التقارير الأمريكية. وعلى هذا الأساس طبعا وبهذا الأساس فإن المشكلة فعلا في العراق هي ليست بالسهلة أبدا، وطبعا واحدة من الأسباب وواحدة من علامات الخطر الموجودة في الداخل العراقي كانت حاضرة قبل 48 ساعة بهذا الكتاب الذي ترونه الصادر من شعبة الاستخبارات والأمن العراقية، الذي طبعا هو مؤرخ في 2 سبتمبر، قبل 48 ساعة درجة السرية سري وكذلك درجة الأسبقية فورية، وهذه التفاصيل المذكورة قبل 48 ساعة تحدثت بأن في هذا التقرير قالت وردت معلومات استخبارية تفيد في نية الجماعات الخارجة عن القانون استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا خلال الساعات القليلة القادمة. لم يكن هنالك أي استهداف، ولكن نشر هذا الكتاب في أغلب وسائل الإعلام وفي أغلب الوسائل لجميع الأطراف. وبالتالي وعلى هذا الأساس وجد معهد ستراتفور بأن إيران هي صاحبة النفوذ الأكبر في العراق تحديدا، وهي الوحيدة القادرة على التأثير على الإطار التنسيقي من أجل إيجاد حلول في هذه المسألة. وهنالك قضية مهمة ذكرها هذا المعهد بأن إيران أساسا دفعت الإطار التنسيقي بحسب وصفها أن يكون طرفا قويا مواجها للتيار الصدري الذي فاز في الأغلبية في البرلمان العراقي وحاول تشكيل الحكومة، استخدموا طبعا استراتيجية الثلث المعطل من أجل تعطيل التيار الصدري من ذهابه مباشرة إلى تشكيل الحكومة، مواجهة كبيرة للغاية، ولكن الأمور تغيرت بحسب معهد ستراتفور. هو وجد مباشرة بأن الإطار أو إيران تحديدا بأنها الآن ليس لها مصلحة في عملية أي اشتباكات قادمة أو انزلاق الأمور إلى ظروف أخطر، لأن لديها فوائد استراتيجية مهمة للغاية، ليس هنالك مصلحة لهذا النفوذ أن يتأثر أو ينخفض، فالاستفادة الاستراتيجية من العراق كبيرة للغاية. هنالك تقاربا إيرانيا روسيا مهما من شأنه أن يزيد من سيطرة إيران وسيطرة روسيا في هذه المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وواحدة من الأمور وواحدة من المسائل المهمة التي تجري الآن بالإضافة طبعا إلى المفاوضات النووية التي
دائما ما نتحدث عنها هو ما يجري في الداخل السوري. تفاصيل مهمة جدا نشرت إلى الشرق الأوسط، ومصادر خاصة تحدثت بأن روسيا وثلاثة ضباط روس تحديدا اجتمعوا مع نظرائهم الإيرانيين وطلبوا منهم الانسحاب من موقعين في الداخل السوري، لأن هذه المواقع تتواجد فيها صواريخ روسية مهمة للغاية، وهنالك منظومة الـS-200 التي يستخدمها النظام السوري والجيش العربي السوري في عملية مواجهة الضربات الإسرائيلية. طلبوا منهم الانسحاب تفاديا للضربات الإسرائيلية، لأن الضربات الإسرائيلية أصبحت خطيرة للغاية، وخاصة جاءت هنالك ضربة على مصياف بهذا الاتجاه، وكذلك كانت هنالك ضربة على مطار حلب بسبب طائرات الشحن الإيرانية المستمرة فوق الأجواء العراقية إلى هذه المنطقة، وبالتالي انسحبوا قبل فوات الأوان. وطبعا بحسب هذا التقرير الذي نشره الشرق الأوسط، تحدث بأن السوريين والمسؤولين السوريين انزعجوا كثيرا من هذا الطلب الروسي، إن روسيا ليس لديها موقف من هذه الضربات الإسرائيلية، ليس هنالك أدنى رد من هذه المسألة. ولكن أيضا عندما ننظر إلى طبيعة هذا التعاون، هو تعاون استراتيجي مهم، خاصة وأن الضربات الإسرائيلية التي جاءت على مصياف وعلى مطار حلب تحديدا، كانت هنالك صور قادمة من الأقمار الصناعية من الإيمج سات انترناشنال وضحت كان الوضع في مصياف بهذا الشكل لهذه المباني المؤشرة. هذه هي كانت قبل الضربة، ولكن لاحظوا بعد الضربة ما الذي جرى من هذه الضربات العنيفة التي جاءت بهذا الشكل. كذلك مطار حلب على سبيل المثال، هذا هو مطار حلب، وكانت هنالك إشارتين. الإشارة الأهم هي كانت حاضرة على المنظومة الرادارية في هذا المطار المهم للغاية، التي وطبعا والذي كان هنالك طائرة شاحن إيرانية تحاول الهبوط في هذه المنطقة، والإسرائيليين استهدفوا هذا المدرج. وأكدت الإيمج سات انترناشنال أن المدرج فعلا قد تضرر من ضربات سابقة ولكن تم إصلاحه، ولكن الأضرار هي واضحة. ولكن أيضا المنظومة التي تحدثنا عنها الرادارية كانت بهذا الشكل قبل وبهذا الشكل بعد، وبالتالي تفاديا لأي صدامات واحتكاكات مع الروس بين روسيا وبين إسرائيل، يودون الانسحاب من تلك المنطقة التي نتحدث عنها. وهذه تأتي لتفاصيل استراتيجية أيضا، إيران في تعاونها مع روسيا هو تعاون استراتيجي مهم للغاية، إلى درجة أن تفاصيلنا اليوم صدرت من مصادر إسرائيلية مثل صحيفة هارتس. تحدثت المصادر الإسرائيلية بأن إيران تبحث عن استغلال الأزمة الروسية والحصار والضغط الكبير الذي تتعرض إليه من أجل الحصول على منظومة الـS-400 كمنظومة دفاعية قادرة على تحدي أي عملية ضربات قادمة ضد المنشآت النووية الإيرانية في حالة فشل هذه المفاوضات النووية، في ظل تهديدات إسرائيلية وتحديدا إسرائيلية من أجل توجيه الضربات، وقد تكون بتعاون أمريكي واضح في هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك أن المفاوضات النووية فعلا فيها شحن كبير جدا، وكالة الأنباء الإيرانية كانت قد تحدثت بأن كان هنالك انفجارا وعودة للانفجارات الغامضة في الداخل الإيراني، في ظل أن هذه المفاوضات تعاني من مسألة تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مسألة ثلاثة مواقع في جزيئات وجدوا فيها جزيئات اليورانيوم. إيران تريد إغلاق هذا التحقيق، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إغلاق هذا التحقيق، وبالتالي خلاف الأكبر يأتي على هذه المسألة. وكانت هنالك لقطات متداولة عن طبيعة مصفات أبادان التي تأتي في محافظة خوزستان الإيرانية جنوب غرب البلاد، جنوب غرب إيران، بهذا الشكل. الانفجار كان كبيرا للغاية، وكالة الأنباء الإيرانية قالت بأن هذا الانفجار لم يؤدي إلى خسائر بشرية، ولكن في نفس الوقت هي تحدثت بشكل صريح وواضح أن كان هنالك خللا فنيا، ولكن هي عودة للانفجارات الغامضة. كلما اشتدت الأمور في المفاوضات النووية كلما دخلنا في هذه المسألة. إيران وروسيا التقارب بينهما ليس عاديا أبدا، ويفسر الكثير من الأمور التي تأتي في الشرق الأوسط. فإيران الآن قبل 5 أيام الواشنطن بوست أكدت بأن إيران قد أرسلت شحنة من الطائرات المسيرة إلى روسيا من أجل الاستخدامات العسكرية وليس الاستخدامات التدريبية، وبالتالي هذا قد يعني في الأيام القادمة بأننا سنرى الطائرات المسيرة الإيرانية تستخدم من قبل القوات الروسية في أوكرانيا. على هذا الأساس هذا التقارب الذي نتحدث عنه الآن وهو مهم للغاية، هو يوضح بأن إيران تهدف للسيطرة والهيمنة، وأن لا مصلحة لها استراتيجياً
في أي صدامات قادمة بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري، أو خسارة لهذا النفوذ الذي تمتلكه عن طريق فصائلها المسلحة، ووجود العراق استراتيجيا مهما على مسألة فصائلها المسلحة، وهذا التحدي الكبير الذي يأتي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل بالنسبة طبعا لإيران. وعلى هذا الأساس معهد ستراتفور للدراسات الأمنية والاستخبارية هو وجد بصريح العبارة بأن إيران مباشرة ستندفع إلى الإطار التنسيقي في الفترة القادمة، وستدفعهم إلى عملية إيجاد حلول وسطية، حل وسط مع التيار الصدري من أجل حل الأمور والتوجه مباشرة إلى انتخابات جديدة. بالضبط هذا الأمر يتفق تماما مع تغريدة صادرة من رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي صباح هذا اليوم بهذا الشكل: إذا ما اقتربنا من النقطة الأولى والمهمة، تحدث تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل. نفس الطلب تماما ونفس الأمر المطلوب كان حاضرا من رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، طالب بكلمة للشعب العراقي بعد انتهاء هذه الاشتباكات في المنطقة الخضراء بحديثه بأنه يجب أن نتوجه إلى حوار وإلى انتخابات مبكرة لكي نتفادى ما نتفاداه. ولكن متى لهذه الأمور أن نراها؟ متى سنراها؟ تفاصيل مثيرة للغاية نشرها ونشرتها نشرها العربي الجديد بهذا الشكل. تحدث من مصادر خاصة بأن الإطار التنسيقي وقادة الإطار التنسيقي قاموا باجتماعات واجتماع مهم للغاية ومغلق في بيت السيد نوري المالكي الجمعة الماضية، واتفقوا على أساس تأجيل هذه الأزمة ما بعد الأربعينية وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، التي ستكون طبعا تبدأ من مساء 16 من سبتمبر وحتى 17 من سبتمبر القادم. وبالتالي بعد ذلك سننظر في هذه الأمور، لا بد من التهدئة في الفترة القادمة. وكذلك صفحات التليجرام التي هي تنقل رأي التيار الصدري بشكل مباشر أيضا تحدثوا بهذا الشكل، قالوا: فموعدنا بعد زيارة الأربعينية، وهنا يقولون بأنهم كل الصدريين عازمين على أخذ ثأر دماء الشهداء. قد تبدو هذه اللغة تصعيدية وكبيرة للغاية وممكن أن تكون مفتوحة لحرب أهلية لا يتمناها أحد في الداخل العراقي، ولكن هنالك سبب جعل معهد ستراتفور الذي نتحدث عنه والان بي سي نيوز الامريكي ان تتحدث بان الامور لن تكون كحرب اهليه واسعه النطاق في الداخل العراقي رغم هذه اللغه المتصاعده. وهذا يعود الى سبب مهم للغايه نشرته وكاله رويترز، تتحدث بان المرجعيه العليا المتمثله طبعا المرجعيه العليا بقياده سماحه السيد علي السيستاني، بحسب وكاله رويترز بان السيد علي السيستاني كان حاضرا في ايقاف عمليه اطلاق النار التي شهدناها والاشتباكات الخطيرة للغاية التي جاءت في المنطقة الخضراء وجاءت في بعض المحافظات الجنوبية على عدد من المقرات. فالتفاصيل التي نشرتها وكالة رويترز هي نقلا عن 20 مسؤولا من الحكومة العراقية من التيار الصدري وكذلك من الفصائل المسلحة، تحدثت بأن هنالك العديد من الشخصيات التي هي طبعا شخصيات دينية من المكون الشيعي في العراق وفي لبنان وفي إيران، حاولوا التواصل مع السيد مقتدى الصدر عندما انتلعت الاشتباكات مع الفصائل المسلحة من أجل إيقاف إطلاق النار. ولكن هؤلاء 20 مسؤولا تحدثوا بأن سماحة السيد علي السيستاني كان قد أرسل رسالة بحسب هؤلاء مباشرة إلى السيد مقتدى الصدر من دون أي إعلان، أرسل الرسالة وطالبه بعملية إيقاف إطلاق النار، وإلا سيكون هنالك بيانا إذا ما استمرت عملية الاشتباكات بهذا الشكل، بيانا علني، وبأن هذا البيان سيوقف كل عمليات الاشتباكات. ولكن هذا الأمر طبعا لم يعلن، وإن أعلن فالسيد مقتدى الصدر يعلم تماما بحسب ما نشرته وكالة رويترز أن هذا الأمر سيؤثر على السيد مقتدى الصدر على المستوى السياسي، وسيبدو وكأنه هو الذي بدأ إطلاق النار وأن الطلب جاء له لعملية إيقاف إطلاق النار، وبالتالي منعا لمثل هذه السيناريوهات أوقف إطلاق النار بنفسك. وهذا الأمر طبعا وتدخل المرجعية الدينية بهذه المصادر المثيرة القادمة من وكالة رويترز نوعا ما تتطابق مع تقرير كان قادم من بوليتيكو الأمريكية في 14 أغسطس الماضي قبل كل هذه الاشتباكات التي تحدثنا عنها والتي رأيناها طبعا في الداخل العراقي، تحدثت بأن مسألة الاشتباكات وإن كان هنالك اشتباكات
في الداخل العراقي بين الفصائل المسلحة وغيرها من المكون الشيعي أي اشتباكات معينة، فإن السيد علي السيستاني والمرجعية العليا ستتدخل، لأن هذا خط أحمر غير مسموح به. وبالتالي هي تحدثت البوليتيكو بأنه سيكون هنالك تدخل من المرجعية في حالة تعدي هذه الخطوط الحمراء، وتحدثت أن السيد مقتدى الصدر يعلم تماما بأن هذا خط أحمر لا يمكن تعديه بأي شكل من الأشكال. ولكن في نفس الوقت كانت هنالك ثلاثة مصادر مقربة من مكتب سماحة السيد علي السيستاني، هؤلاء الثلاثة لم يذكروا اسمهم نهائيا، قالوا بأن السيد علي السيستاني لم يرسل رسالة مباشرة إلى السيد مقتدى الصدر كما تحدثوا هؤلاء العشرين مسؤولا الذين تحدثنا عنهم، ولكن السيد مقتدى الصدر يعلم تماما إذا استمر هذا القتال فسيكون هنالك تدخل من المرجعية الدينية العليا في إصدار بيان رسمي، وعلى هذا الأساس هو أوقف إطلاق النار مباشرة. وبالتالي هنالك صمام أمان بحسب ما هو مذكور الآن ومن هذه التفاصيل التي نتحدث، وهو المتمثل بالمرجعية العليا في حالة وجود أي اشتباكات. وبالتالي هذا يفسر تماما لماذا معهد ستراتفور والأم بي سي نيوز الأمريكية والأوساط الأمريكية تحدثت بأن الأمور لن تصل إلى هذه الصدامات الخطيرة التي نتحدث عنها الآن. ولكن الأهم من هذا الأمر أين هي الولايات المتحدة الأمريكية من كل هذه المسألة؟ هي فقط مراكز بحثية أو غيرها؟ لا أبدا، فالولايات المتحدة الأمريكية حاضرة على المستوى الاستخباري. على سبيل المثال الفلايت ريدار 24 كانت قد وضحت أن هنالك طائرة اليوم بهذا الشكل، هذه الطائرة الظاهرة كما ترون من طائرات الاستخبار الأمريكية RC-135 ريفت جوينت، وهي تحلق هنا كما تلاحظون من الشمال من أربيل تقريبا بهذا الاتجاه وصولا إلى البغداد إلى قاعدة عين الأسد، تجمع الكثير من المعلومات التي تجري في الداخل العراقي. قد تكون هنالك كثير من الطائرات الأخرى الحاضرة لتجميع المعلومات لما ممكن أن يكون هنا قادما. وكذلك أن هنالك مسألة مثيرة للغاية يجب أن ننتبه إليها، طبعا هذه الطائرة التي تحدثنا عنها الريفت جوينت التي ظهرت والتسجيل الخاص بها اليوم، ما هو مثير أن طائرة الام كيو 9 ريبر الأمريكية المشهورة بعد حادثة عام 2020 في عملية استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني ظهرت فجأة على جوجل إيرث من عملية صور قادمة من العام الماضي، من العاشر من يوليو العام الماضي ظهرت فوق بغداد. هذه في العادة لا تظهر على الفلايت ريدار 24، ظهرت مسجلة في القمر الصناعي، وهي توضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حركة. والعام الماضي كما نعلم الرئيس الأمريكي جو بايدن هو كان رئيسا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بالاقتراب بهذا الشكل من العاصمة العراقية بغداد والتوجه إلى المنطقة الجنوبية من هذه العاصمة المهمة للغاية، سنلاحظ أن صورة مثيرة لا هي ليست موجودة في الرادارات نهائيا، ولكنها ظهرت بشكل مثير للغاية في هذه المنطقة تقريبا بهذا الاتجاه الذي ترونه بهذا الشكل. هي المنطقة ليست بعيدة أبدا من مطار بغداد على مسافة ما يقارب 8.5 كيلومترا بهذا الاتجاه، وكذلك هي ليست بعيدة عن المنطقة الخضراء أو المناطق الحيوية المهمة للغاية. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى التحديث الخطير القادم، رغم أنه من العام الماضي لكن يوضح لنا كيف الولايات المتحدة الأمريكية هي تتواجد. وبالتالي سنجد أنفسنا أمام هذه الساحة، وهذه هي طائرة الام كيو 9 ريبر. لأي شخص الآن يبحث عن هذه الطائرة من الممكن أن يجدها فري مباشرة على الجوجل إيرث، وسيجد هذه الطائرة وهي تحلق في جنوب العاصمة العراقية بغداد، وهذه المنطقة إذا ما طبعا حاولنا الابتعاد قليلا من هذه الطائرة المسيرة الخطيرة للغاية الأمريكية بهذا الشكل. لنلاحظ المنطقة التي نتحدث عنها، فإن المنطقة التي تحدثنا عنها تأتي بهذا الاتجاه، هنا كما ترون السيدية، وهنا طبعا حي العامل بهذا الاتجاه، وهنا حي الجهاد، وهذه هي المنطقة الخضراء بهذا الاتجاه، وإن الطائرة كانت تحلق ليست بعيدة أبدا على مسافة أقل من 10 كيلومتر عن المنطقة الخضراء، ومن هنا طبعا كما تحدثنا مطار بغداد. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة بطائراتها باستخباراتها وغيرها، ولكن العامل الفاعل على الأرض كما تحدث معهد ستراتفور هي إيران بشكل مباشر، وهي التي قد تلعب دورا مهما في الفترة القادمة لحل الكثير من المسائل.